الحديث تم مع الجهات الأمنية ومع دولة رئيس الوزراء ومع رئيس هيئة مكافحة الفساد ومع نائب الرئيس السيد أبو صالح وأيضا الأخ موسى المعيطة والسيدة جمانة غنيمات حول هذا الموضوع. الآن في مشكلة كبيرة جدا بأن المؤسسة التي زورت تواقيعها هي هيئة مكافحة الفساد، وهي الهيئة المختصة في مطاردة هؤلاء الأشخاص. نطلب من دولة رئيس الوزراء ومن رئيس هيئة مكافحة الفساد تزويد المجلس بنتائج التحقيق حول هذا الموضوع، ومن يعبث بسمعة وهيبة أعضاء مجلس النواب ومن ثم مجلس النواب. وسبق لهذه الهيئة أيضا أنه قبل شهور بأنها تعرضت أثناء السؤال من إحدى المحطات الفضائية بأن نوابا وبعض المسؤولين. نأمل بأن أولا يعني يزاح اللجام عن هذه القضية المهمة جدا، هي قضية الدخان، ومن ثم من هم الأشخاص المتورطين. لا تستر على فاسد، ولا نرغب بأن يتستروا على فاسد، وفي المقابل يجب أن تحموا سمعة مجلس النواب إن كان بريئا من هذه التهم. نأمل بأن نطلع على التحقيق الذي وصل إلى تزوير توقيع رئيس هيئة مكافحة الفساد ومخاطبة الرئيس ومخاطبة رئيس مجلس النواب، ولكن إحنا المؤسسة المعنية دون علم بذلك. هذا نتمنى أن يصل إلى نتيجة سريعة جدا. معالي أبو صالح، تفضل. شكرا سعادة الرئيس. بداية أنا أتفق معك أنه هذا الأسلوب في التجريح واغتيال الشخصية أصبح وكأنه العرف في بلادنا في هذه الأيام، وحتى جلالة الملك يشكو من هذا الأسلوب في التعامل بين أبناء الشعب الواحد. وهذا التشكيك المستمر بمؤسسات الدولة مع الأسف الشديد يهدف إلى دائما وأبدا إضعاف الأردن، ونحب نأكد أن الأردن لن يضعف ولن يرتد لمثل هذه الأقاويل والإشاعات. نحن في الحكومة نقدر ونحترم كل عضو من أعضاء هذا المجلس، وأي إساءة تلحق بأي عضو من أعضائه تلحق بالحكومة وبكل فرد وكل يمثل هذا المجلس الشعب في كل أطيافه. فلذلك بأكد لك أنه عندما عرفنا بأمر سعادة النائب اتصلنا رأسا مع مكافحة الفساد وأعلمنا أنه هذا الكتاب مزور، وفي نفس الوقت أمين عام مجلس الوزراء أصدر كتاب نفى فيه بشكل كامل أي ورود أي كتاب من مكافحة الفساد حول هذا الموضوع، وأيضا مكافحة الفساد أصدرت بيان بهذا المعنى. سيتم ملاحقة المسببين وسنزودكم بالنتيجة إن شاء الله فور حصولنا عليها.